نحن البشر صناع واقعنا، نصنعه بإرادتنا ووعينا. واقعنا بين الأسئلة والأجوبة، معي أنا أحمد برقاوي. أيتها السيدات أيها السادة، أسعد الله أيام. مرة أخرى أريد أن أعمق قولي في قضية جوهرية بالنسبة للثقافة ككل، لثقافة كل إنسان منا، وأقصد فيها ثقافة التسلية. شو هي ثقافة التسلية؟ ما هي ثقافة التسلية؟ أنا أحياناً أستخدم بعض الكلمات اللغة المحكية لكي أصير أقرب إليكم، لأنها لغة الحياة اليومية، لكنها لا تنفع. من الصعب أن أتحدث بلغة محكية، لا أستطيع. ما هي ثقافة التسلية؟ سلة خفف عنه بعض المعاناة. التسلية شعور ينتاب الشخص عندما يشاهد يعني مسرحاً، مسلسلاً، عندما يلعب النارد، الشطرنج، يذهب برحلة إلى آخره، كل هذا ثقافة التسلية. كانت ثقافة التسلية يمارسها الشخص مع بعض أقرانه. يعني تاريخيا غالبا لا يتسلى الإنسان بمفرده، صحيح أنه في ناس تطلع تتمشى لحالها، بس هي حالة خاصة. إنما الأصدقاء يجتمعون يلعبون بالورق، هذا تسلية. يلعبون الطاولة، هذا تسلية. يأكلون معا، هذا تسلية. يذهبون لسماع أغنية في أحد المسارح، هذا تسلية. كل هذا أنماط من التسلية. حسناً، الإنسان يحب أن يتسلى. الإنسان يحب أن يتسلى. مع تقدم وسائل التواصل صار عندي أدوات للتسلية لحالي، ويمكن إذا كان في ناس يكونوا من المصادفة معي. أنت عندما تشاهد مسلسلاً ما، مسلسلاً تلفزيونياً، فأنت تريد أن تتسلى. حسناً، المسلسل وسيلة تسلية، ولكنه وسيلة تسلية ثقافية قد تؤثر على وعي الناس ومواقفهم من الحياة، بل وقد يمدك المسلسل بمعرفة ما كنت لتعرفها لولا هذا المسلسل. طيب، إذن هذا المسلسل بهذا المعنى الذي أنا أطرحه هو إلى جانب الأساس التسلوي له، هو يتسلى في الواحد، ففيه جوانب معرفية وأخلاقية واجتماعية وثقافية وإلى آخره. إذن بهذا المعنى هو مفيد، يطور وعيي، يطور شخصيتي. أحيانا أنا عندما أرى بطل مسلسل ما، فإنني قد أتخذ منه موقفا انطلاقا من البنية الأخلاقية تبعتي أو من سلوكي الأخلاقي. الآن يستطيع الإنسان أن يفتح اللابتوب أو التاب أو الآخري ويتسلى لحاله. المشكلة وين؟ المشكلة إنه جهاز التلفزيون والإنترنت بكل أجهزته، لابتوب، أصبح
صديقا حميما للكائن البشري، وبالتالي صارت مسؤولية من يضع وسائل التسلية على هذه الأجهزة كبيرة جدا. إن أخطر شيء في ثقافة التسلية أن تصبح ثقافة التسلية مبتذلة. يعني الثقافة التسلية المبتذلة؟ بيجي سيناريست مع مخرج بيساوي مسلسل لا قيمة له إطلاقا سوى أنه يريد أن يسلي الناس بنوع من الكوميديا الفجة ما لها طعم، أو ينتجون مسرحية للضحك. تسلي ممكن ضحكك إيه؟ يعني دافع الضحك مهم، إنه واحد بده يضحك. أنا سأعطيكم أمثلة على ذلك. في مسرحيتين مشهورتين بالتلفزيون، كل فترة كل شهر بيطلعوا مرة قديمات، ومشترك فيها عادل إمام. وأنا أتحدث الآن عن مسرحيتين مشهورتين، شاهد ما شافش حاجة، ومدرسة المشاغبين. مدرسة المشاغبين مسرحية مبتذلة، قلة الأدب وقلة الحياة، وحتى لو كانت النهاية إنه التموا وهي على الحول، نهاية سخيفة غير مرتبطة بمسار المسرحية، بضحكوا الناس. شاهد ما شافش حاجة، هي مسرحية شخص بريء لا علاقة له بتعقيدات الحياة، لم يدخل محكمة في حياته، لم يرتكب خطأ في حياته، لم يرتكب جريمة في حياته، فجأة وجد نفسه شاهد بجريمة، وجد نفسه شاهد بجريمة. حلو الفكرة، تعطيك فكرة عن هذه الحضارة كيف يمكن أن تعقد الناس. هو لا يعرف أشياء كثيرة، يطلبون منه أن يكون يعرف متى تغدى ومتى تعشى ومتى ذهب، هو عايش حياته الطبيعية. يريدنا منه أن يغترب في عالم المدينة المتوحش. وحدة عم تعطيك معنى وبجمال وبضحك وبتضحك وكوميدا كويسة، ووحدة بتعطيك ضحك فقط مبتذل. هاي بتخرب التانية، مو بتخرب الوعي، هاي بتخرب الوعي خاصة الأطفال، لأنه الأطفال عم بيشاهدوا بدون ما نعرف عم بيشاهدوا الأشياء في الثقافة التسلية. يا سادة الكرام، يجب أن نقتطع وقتا من أجل أن ننظر إليها، لأنها تحرمنا، أي ثقافة التسلية، من الثقافة الجدية. لا يجوز أن يكون مشاهدة مسلسل لا قيمة له ومبتذل بديلا عن الكتاب. لا غنى عن الكتاب، وخاصة أن النت قد وفر لنا وسيلة للاطلاع على أكثر الكتب بكبسة زر. من أخطر برامج التسلية المبتذلة تلك اللقاءات التي يديرها مجموعة من المبتذلين مع الممثلين والممثلات، وجميع الأسئلة لا علاقة لها بالفن، جميع الأسئلة مرتبطة، هذا حكى عليك وهذا حكيت عليه، يعني صار اللغو موضوع لقاء. هذه التسلية مبتذلة. قال عنك فلان، كتب عنك فلان، ما ردك عن فلان، تزوجت فلان، إيه أنا ماذا، ما هي علاقتي بالحياة الشخصية لممثل؟ شو بيأكل وشو بيشرب وش كيف يتزوج ومين حب؟ أعطيني لقاء مع ممثل يحكي لي عن أهمية أدواره، معناها، ثمرة ثقافته مع تجربته الفنية. طبعاً بتشوفوا أنتوا هدول اللبنانيين بالثقافة المبتذلة بالتلفزيونات اللبنانية المبتذلة للقاءات، سخيفة. إيه؟ يجب أن نحذر من هذا. أنا لا أريد أن أفرض على أحد شيء، لكن
ثقافة التسلية مهمة أنها تروح عن النفس، مش؟ لكن تخيل شخص بنى كل ثقافته، كل ثقافته على ثقافة التسلية، شيء معيب. الفيلم مهم، مشغول عليه، مدفوع مصاري عليه، شغل مهم. الفيلم مهم، أنا عم بشوف قصة ورئة. يعني أنا لما عم بشوف فيلم السكرية وبين القصرين، أو بشوف أفلام لروايات عالمية، فأنا أطلع على تاريخ لا أعرفه. صدقوني أن الفيلم فيلم الحرافيش، رغم أنك قرأت رواية الحرافيش لنجيب محفوظ، لكن إذا شاهدت الفيلم والمسلسل تبع الحرافيش، ما بعرف إذا مسلسل فيلم يمكن، يعني تعرف كيف يسلك هؤلاء في حاراتهم الضيقة ومستوياتهم ودرجات وعيهم ودرجات سلطتهم، فتتعرف على عالم أنت لا تعرفه. فيلم الأرض من أجمل اللي أخرجه يوسف شاهين، تتعرف على حياة الفلاحين المصريين. الأفلام مسألة في غاية الأهمية عندما تكون أفلام ذات بعد جمالي وثقافي، أنا أطور ثقافتي بالفيلم. أما أنت لأن تسابيلي فيلم كله ضحك وبسخرة وما له قيمة، وبالتالي أنت عم تخرب ذوقي. لأن الحياة مش تسلية فقط، أنا أتسل بطرق الخاصة، إيه في عندي وقت، أستخدم التسلية للارتقاء بنفسي. خذوا مشاكل الأطفال الآن، مشاكل هائلة، يقلدون ما يرونه من برامج خطيرة. واحد بيسألني بدك تسلينا بالفلسفة؟ لا، ما بدي أسليك بالفلسفة، بدي أقول لك شو هي الفلسفة، بدي أسألك برنامج عن الأفكار، حتى لما تتساءل عن فكرة ما يكون في عندك خلفية فكرية لفهم العالم. المعرفة ضرورية. هل أستطيع أن أحول المعرفة إلى موضوع تسلية؟ نعم، بمسلسل، بفيلم، بتمثيلية، ببرنامج. ما الذي يضير التلفزيون أن يكون هناك برنامج اسمه أعلام الفكر العربي، حتى أتعرف على ماذا قال يا أخي هذا الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا وبطه حسين، ما الذي يعني سووا مسلسل عن طه حسين كثير مهم، مسلسل عن أم كلثوم، عرفنا حياة مصر في من 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 بداية أم كلثوم حتى هي، عرفنا حياة مصر، حياة القاهرة من مسلسل أم كلثوم. أما الآن فيأتيني شخص ويجري مقابلات مبتذلة، أو يقوم بتمثيليات مبتذلة، أو برامج تلفزيونية مبتذلة، أو يقدم مغنية مبتذلة أو إلى آخره، ويقول لي تسلى. طيب، ومن هنا ثقافة تسلية ثقافة خطيرة إذا ما ابتذلت. ليش؟ لأن الناس تميل إلى اللهو، مش تميل إلى الجد. نعم، وهذا حق. أنا مع اللعب، أنا مع وقت ليلعب الإنسان، يعبر عن ذاته، عن ذاته باللعب. اللعب جوهر الحياة، جوهر الحياة. الكتابة لعب، النظر إلى الطبيعة لعب، الرسم لعب. واحد ما بيعرف اسم فنان تشكيلي من 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 من, من وطنه، بالمناسبة ما بيعرفوا. عندنا فنانين تشكيليين ممتازين عالميين بمعنى من المعاني، وأنا ما كنت بحب هاي فكرة العالمي، بس يعني إلا هم مكانة مهمة في هذا العالم، ما حدا بيعرف. أنت عندما تجعل من الفن التشكيلي وسيلة تسلية للناس، تعرفهم ما هو هذا الفن التشكيلي، ما هذه اللوحة، فأنت ترتقي بوعيهم الجمالي للعالم. ولهذا إيجاد العلاقة بين ثقافة التسلية ومضمونها الإيجابي في الارتقاء بالوعي
جانب كبير على جانب كبير من الأهمية. لكن ما الذي يحصل يا سادة يا كرام؟ هناك أنظمة منحطة قيميا وأخلاقيا، ما بتشوفها إلا بدها تخرب وعي الناس، ما بدها شيء جدي. مش المعرفة قوة؟ المعرفة قوة. أنا عندما أقدم برنامج تسلية يقدم معرفة يقدم قوة. شو يعني المعرفة قوة؟ قدرة على فهم العالم لتغييره، هاي المعرفة قوة. معرفة سلطة عن ميشيل فوكو، أنا بدي معرفة سلطة حتى ولو جاءت عن طريق التسلية. والتسلية ليس شيء مبتذل، فرح، أنا عم بفرح لما عم بتسلم، بس مو تحولني لمبتذل وتخرب وعي ببرامج التسلية. شو سبب طلاقي؟ شو بدي أنا بسبب طلاقها؟ حياتها الخاصة شو بدي فيها بسبب طلاقي؟ عيب. هلأ في كتير ناس بعامل الربح بيلعب دور، كما قلت في حلقة سابقة، نحن لا نبدع كي نرضي وعي الجمهور، لا يجوز. المبدع مسؤول، صحيح أنه لا أحد يحمله على الإبداع، لكنه مسؤول أمام ذاته. وأقول لكم والحق أقول، ما من مبدع إلا ويعتبر نفسه مسؤول عن العالم كله، لم يكلفه أحد بذلك، ما أحد مكلفه، لكن ضميره وعقله وثقافته تحمله على أن يفكر بكل الناس. أما أولئك الذين لا يفكرون، لا يفكرون بأكثر ما أبعد من أنفهم، هؤلاء الذين يقدمون برامج التسلية المبتذلة التي تدني من وعي المشاهد والسامع، وهذا شيء خطير. وسائل يسأل ما قيمة ما تتحدث عنه والحياة ماشي هيك؟ يجب دائما أن ندق ناقوس الخطر أمام مثالب الحياة، حتى لو الآن لا يكون لهذا الدق أثر في تغيير العالم، لكن تغيير العالم مهمة أصيلة يجب أن تكون مهمة كل إنسان يعيش. إن أخطر ما نواجهه الآن يا سادة يا كرام هو أن الفرد قد مات، وأن غرائز القطيع التي لا تحكم على الفن والأدب والشعر والتسلية إلى آخره إلا من زاوية الثغاء والنهيق، مشكلة من أعقد المشاكل التي نعيشها اليوم. ناهيك عن أمر لم أتحدث عنه بعد، وهي الصحافة التي لم يقرأها أحد الآن، يعني ما حدا عم بيشتري الآن صحيفة قليل، لكن عم بيفوت على النت وإذا بده صحيفة بيطلع، لأن كل الصحف موجودة على النت. الصحيفة الموجودة على النت يا سادة يا كرام مليئة، وفيها أيضا تسلية، يعني الكلمات متقاطعة تسلية بس مفيدة، أنا معها بتشغل أدماغ. أما أخبار الفنانين والفنانات الآخرية هذه تسلية مبتذلة إلى أبعد الحدود. شكرا لإصغائي. يأتيكم عند 9 مساء ويعاد 1 ظهرا على راديو أورينت.